يعني احنا الجزائريين ملي كنا صغار متعودين الصباح كي نوضوا نشربوا قهوه حليب مع حاجه حلوه. نعم، النظام الغذائي هذا للمواطن الجزائري هو اللي خلى العديد من الامراض تظهر، وهو اللي خلى نقص المغذيات والفيتامينات اللي يعاني منها الجسم الانسان، هو اللي خلى السميه تاع الاخر تزيد، وهو اللي خلى الخلل في عمل الخلايا يحدث، وهو اللي ادى به الى المرض. هذا النظام الغذائي فقير جدا من ناحيه المغذيات. نعطيك مثال، المواطن الجزائري اللي صباح يستقهوى بقهوه حليب تاع شكاره، وياكل مقارون، وياكل مصبرات، وياكل العجائن، ياكل الاغذيه اللي ما عندها حتى فايده. لا، هذا المواطن الجزائري ناكلوا الحلو. كيفاش حبيت ما يكونش عنده نقص في المغذيات؟ حنا موالفين ناكلوا الحلو صباح، حنا الجزائريين ناكلوا معجون مقلاوه بالخبز ولا هو سلوك خاطئ. يعني نعطيك مثال، انه الشخص لما ياكل وجبه حلوه صباح واش راح دير له في الجسم الانسان؟ هذا مثال فقط، راح تطلع نسبه كبيره من الهرمون الانسولين، انه باش تعدل نسبه السكر في الدم. هذاك النسبه كبيره من الهرمون الانسولين اللي يطلع راح يؤدي الى عكس واش لازم يحدث، دونك راح يهبط وظيفته، راح يهبط نسبة السكري في الدم، والإنسان بعدها ساعات يحس بالفشل ويحس روحه عيان، ما يقدرش يكمل لاجورني تاعو. ياكل حاجة حلوة صباح، دونك من الأفضل يتناول البروتينات مع الصباح باش يحس بالشبع، ومن الأفضل يفراكسوني الوجبات تاعو، يعني ما يبقاش جيعان جيعان حتى للوحدة، ومن بعد كي يفطر ومن بعد حتى لليل 10 تاع الليل، دونك لازم يقسم الوجبات. وبالنسبة دكتور اللي ياكلوا البيض مع الصباح والخضار كيما الخيار الطماطم إلى غير ذلك، هذا يدخل من ضمن أحسن الأنظمة الغذائية. أنك تتناول كمية الخضار والألياف في الصباح وكميه من البروتينات حتى تحس بالشبع الى غايه وجبه الافطار، وماكش حتاثر على الخلايا تاع الجسم تاعك بتجنبها السميه، السميه تاع الخلايا والتوكسيسيتي راح تحدث نتيجه استهلاك الكميات الكبيره من السكريات. دونك السكريات سي اي في تي في الصباح. هذا مثال. وبالنسبه للوجبات نتاعنا والغذاء نتاعنا وطريقه تحضيره والمقادير اللي نستعملوها فيه ايضا، احنا نعتمدوا بزاف على الزيوت، نعتمدوا بزاف على الليدان، وللاسف الزيوت اللي نعتمدوا عليها هي الزيوت المهدرجه، دونك الزيوت اللي اثبت العلم والدراسات انها تتسبب في الكثير من انواع السرطانات للاسف، وحنا نواصلوا في الاستهلاك تاعها دون ادرى درايه. الزيوت الطبيعيه، زيت الزيتون الطبيعي، هذا ننصحوا المواطن باش يستهلكوا، لكن الزيوت النباتيه المهدرجه والمارغارين تو اي في تي. دونك كما قلت لكم المواطن الجزائري يستهلك المارغارين والمقارون والقهوه مع صباح كامل وهذه الزيوت، كيفاش حبيت ما يكونش عنده نقص في المغذيات، كيفاش ما يكونش عنده نقص في المغنيسيوم، كيفاش ما يكونش عنده نقص في البوتاسيوم.